أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة بنستضيف أسرة مصرية، بنتعرف على أفرادها، بنقرب منهم وبنعرف أفكارهم إيه، بنشاركهم أحلامهم، بنعرف دور كل واحد في المجتمع إيه وفي مجاله إيه. المجال مفتوح والحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعوا. ضيوف حلقتنا اليوم هم أفراد أسرة عاشت حياتها في دروب الفن والعلم. الزوج هو فنان مسرحي، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية ليخوض كل أنواع العمل المسرحي عشقا فيه، فمن الكتابة إلى النقد وحتى الإخراج. ويختار الفنان المسرحي شريكة لحياته، وهي تعمل مدرسة درست مجال علم النفس. يخوض الزوجان رحلة الحياة معا لينجبا شاعرتين صغيرتين تظهر موهبتهما في سن مبكرة للغاية، لتبدأ الأسرة في جني ثمار الرحلة باختيار الابنة الكبرى لتمثل مصر في واحد من محافل الشعر الدولية. ضيوف حلقتنا اليوم هم أسرة المسرحي صلاح الحلبي. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية، واسمحوا لي أن أنا أبدأ لقائي مع أسرة مصرية مميزة. كعادتنا دايما بنستضيف أسرة من الأسر المصرية المتميزة في مجال معين. النهاردة المجال اللي أسرتنا متميزة فيه بشدة من الأب للبنات هو المجال الفني. معانا كاتب مسرحي، مؤلف مسرحي، ايضا هو ناقد فني، عمل في مناصب وشغل مناصب عديده. اسمحوا لنا ان احنا نتعرف عليه بالتفصيل، نتعرف على فرد من الاسره، نقترب منهم اكتر. هي اسره الفنان المخرج والمؤلف المسرحي الاستاذ صلاح الحلبي. اهلا بيك. اهلا. معانا الاستاذه نهى الزوجه. اهلا. اهلا بيك. معانا بقى البنتين ظهرتين بتوع الاسره، هما فنانين برضو، فنانات بقى. معانا الكبيره، اتفضلي قدمي نفسك. مريم صلاح. مريم. حنين. حنين صلاح. اهلا بيكم. منورينا فعلا. عندنا كلام كتير، مش بقول كده، لا، عندنا كلام هيهم قوي المشاهد. انا اقدر اقول لك واكد لك يعني ان هو فعلا هيهم المشاهد، من مجال تربية البنات بالاسلوب اللي هم يطلعوا متميزين في مجال ايا كان هو ايه، المرة دي الفن، لكن هم يطلعوا فكرة التميز عموما. فكرة ان انت نفسك في تعددية ثقافية، في ايضا تعددية في المناصب والوظائف اللي انت شغلتها. بس هسيب كل ده، هبدأ بالسؤال التقليدي بتاع كل مرة، وهو اتعرفتوا ببعض ازاي؟ اول لقاء، نرجع كام سنة كده؟ نهى؟ 20 سنة؟ لا، ما شاء الله، اكتر من 20. ما علينا، هنرجع كتير. هنرجع بالذكريات كتير. اول معرفة خالص، اول نظرة واول لقاء، وبعدين اتحول، انت بتضحك من دلوقتي، اتحول بقى اعجاب ازاي وبقى قصة ازاي كده وجواز واسرة هو كان صاحب اخويا. ده القصة بقى دي، ان انتوا اخوكي بقى يعني. بس هو يعني ما كانش داري بقى. لا يعني هو كان بيجي البيت على طول من هم في ثانوي، اخويا كان في ثانوي وانا كنت في الحاله دي بقى لسه في اولى، في خمسه ابتدائي يعني، لسه ابتدائي. بشوفه. ان انتوا كنتوا اطفال. يعني هو ثانوي وانا لسه صغيره. تمام. بشوفه بيجي بيتنا
وفجأة كده طبعا هو كل واحد راح في مجال، هو راح مجال الفن واخويا دخل مسار تاني تجارة ومش عارف حاجات كده، فبدأ يبعد شوية عن اخويا، فبقاش يجي البيت الا يعني ايه زيارة عادية، غير بقى صداقة المدرسة يعني كانت حاجة تانية، كان على طول. أيوة. لكن عادي. آه. لكن لما كبر شوية بقى بعد ما بدأ يظهر بقى ويزور اخويا تاني، بدأت يعني شوية يعني شاب كان امور بقى وكان نحيف كده كان امور، وخد بالك لا انا بحب النفوس، كان امور وكان نحيف يعني ما كانش تخين. ايوه. وبعدين شويه شويه متهيألي يعني ان هو برضو خد باله. خدت باله. على فكره اول مره او يمكن تاني مره من بدايه البرنامج احنا داخلين على سنتين، الزوجه تعترف ان هي كان في نظرة إعجاب من ناحيتها الأول. الحقيقة يعني. لا حتى لو دي مش الحقيقة، بس لازم لما نيجي نقعد قدام الكاميرا كل زوجة تقول لا هو اللي أعجب بيا الأول، طب هو اللي بدأ الأول. هو يمكن بقى بس هو ما قالش. أنا اللي بقول. دي الحقيقة بجد. بدأت تبصي له إنه شاب وسيم ومؤدب قوي، كان الأصل من قبل ما يبقى فنان كمان، يعني أنا بشوفه كان أيام المعهد ما كنتش أعرف هو بيدرس إيه. خلاص ما هو العلاقه اتقطعت شبه يعني ايه، ما بقتش قويه باخويا نتيجه الدراسه. أيوة. بس اشوفه بقى وانا خارجه، هو برضو بيتنا قريب من بعض. أيوة. فاشوفه بقى وهو معدي كده مؤدب، نظراته كده هاديه وفي حاله، بدا الخيال بقى يشتغل وقصص تشتغل عليه بقى، واطلع انا اللي قابله شويه ساعات يسال على اخويا بقى. أيوة. يعني لفت نظري وحسيت ان في كتير من المواصفات اللي انا بحبها. انا ما بحبش الشاب اللي هو ايه المتكاجوال قوي يعني، وبالذات وانا صغيره كده كنت عايزه الشاب بقى يعني انيق وكلاسيكي شويه. كلاسيكي شويه. وهو كان فعلا كلاسيكي شويتين. أيوة. شويتين ليه لبس ستايل معين في لبسه وتسريحه شعره دايما. طب يعني عبرتي ازاي او ولا مين بقى يعني اتحولت ازاي؟ هو بقى بصراحه هو اللي بادر بقى بعد كده. ايه بقى في مرحله انت اللي حسيت ان هي في اعجاب من ناحيتها؟ لا ما حسيتش ان في اعجاب من ناحيتها. كل ده وانت مش حاسس بيه؟ وانا مش حاسس. برافو عليكي. ان انت كل ده جواكي وما حسيتش. واضح قوي. لا خالص خالص. ولا والست دايما عندها الذكاء ان هي توحي للراجل ان هو اللي بدا وهو اللي عمل الخطوه الاولى وهو اللي اعجب بيها. لا ده الحقيقي. انا ما كانش يعني الكلام، حتى لما ارتبطنا بعد كده انا فوجئت بالكلام اللي نهى قالته، لكن انا يعني هي لفتت نظري. يعني اولا صوتها كان عاجبني قوي، من الحاجات اللي انا كنت دايما اقولها عليها ان صوتها بحبه. انت يعني سبت كل حاجه وقلت الصوت؟ لا يعني انت مش عاجبك غير الصوت؟ كان بيبقى جوه بقى مع اخويا وسامعني بره مركز في صوتي اكتر من هو ده اللي كنت انت بتكلم الفنان بقى حضرتك وليه صوتها تاني غير ان صوتها يعني انت سبت كل حاجه حسيت كده ان انا مقطقطه صوته المناخير. ايوه ده الحقيقي. وبعدين كان هي وهي صغيره خالص كده كانت خدودها حمراء خالص على فكره لسه. الحمد لله لسه المناخير منمنمه ولسه الخدود حمراء. حمراء خالص. مش كده؟ لا هي ما عادتش دلوقتي زي الاول. شكرا يا جماعه. دي كانت نقطه مهمه قوي. الحاجه الثانيه والدها انا بحبه قوي قوي قوي، بعتبره قدوه بالنسبه لي في الحياه، قدوه. احنا بنقول دايما ان الزواج مش واحد وواحده، ده اسرتين مع بعض، اسره هتتفرد على اسره. فمهم قوي يبقى في هنا التوافق او على الاقل التفاهم والاحترام، وده كان متوفر. ده من اول يوم، حتى يعني في اول يوم ارتباط قلت لها نهى احنا عايزين حتى لازم هنختلف، ولازم وجهات نظرنا هتبقى انت جايه من بيئه وانا جايه من بيئه، انت من اسره وانا من اسره، ثقافتنا مختلفه وفهمنا مختلف وحياتنا مختلفه، لكن تعالي نحط يعني بعض التفاهمات الاسس او الاسس او اللوائح او القوانين اللي احنا نتفق عليه. لو لما تحبي تختلفي معايا قولي لي ان انت عايزه تختلفي معايا وانا كده، ولما تلاقيني زعلان شويه او غضبان حبه ابعدي عني بس شويه وانا هرجع لوحدي، وهكذا. ومن اول ما ارتبطنا انا بتعامل معاها يعني على انها اخت وصديقه وحبيبه وزوجه
وبنت ما شاء الله، ربنا يديم المحبه الحلوه والعلاقه الحلوه. الواحد بيسعد وبيقول للناس هي دي الاسر المصريه على فكره، مش اللي بتيجي في الدراما. بما انك مخرج دراما وخريج فنون مسرحيه، قسم دراما ونقد، قسم دراما، لكن لا، الدراما بعيد عن اسرتنا المصريه العاديه يعني. هي دي الاسر المصريه. انا عارفه ان الموهبه متوغله فيك في الولاد. أستاذة نهى برضو علم نفس، فأنتوا بتكملوا بعض، لأن هنشوف قد إيه التشابه بين الفن والدراما وعلم النفس، وقد إيه علم النفس استفاد من الدراما مش العكس. وأشهر النظريات اللي طلعت لعلماء النفس فرويد وغيره كانت من الدراما، يعني أساسها الدراما، وده هنفهمه من خلال الحلقة. لكن عايز أبدأ بموهبة البنات بعد إذنك يعني، وقبل أي كلام. أنا عارفة إن أنتِ في الشعر وكان ليكي بقالك يعني، رغم إن أنتِ 14 سنة، لكن بقالك فترة بتكتبي شعر، كل أنواع الشعر. لما سألتك قلت لي كل الأنواع، فصحى وعامي وسياسي، وكان ليكي نشاط في معرض الكتاب الأخير، وكان لسه في خبر حلو النهاردة عايزاكي تقولي للمشاهدين. أول ديوان ليكي هينزل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، في احتمال إن هو ينزل، عايزين بإذن الله. هيبقى في إهداء صراحة لكل اللي شاركوا في إن أنا أنمي موهبتي أو أحافظ عليها، من ضمنهم ناس كتير، بابا أولا وماما، وفي أستاذ وليد كمال سيناريست، وأستاذ إيهاب وعبد الزراع، مجموعة أسامي الصراحة عظيمة يعني. لما سألتك إزاي الأسرة أنجبت بنتين متميزين في مجال هنا المجال الفني، تميز في المجال الفني، قلت لي لا، كان في اسلوب تربيه، ما طلعش العمليه كده بالصدفه. وقلت لك ايه هو؟ قلت لي عيد تاني قدام المشاهدين. الاصل في تفكيري انا طبعا قلت لي الدراسه بمتعه، بحب، سايب لها الحريه انها تعلم بالمرح، تعلم بالحب، التعلم بالصداقه، بالدراما، بالقصه، بالاخوه. فانا واحنا قاعدين مع بعض كنت اقول لها مثلا ايه بابا بيحب ايه، هي تقول لي بابا بيحب روما وحنين، تسمع مريم فتتكلم فتقلدها. بعد شويه بدات مريم تحب فكره الكلام المنغم، فبدات هي تكتب كلام منغم وتقول كلام منغم. نفس التجربه اتنقلت لحنين، لما كنا نقعد كلنا قاعدين مع بعض مريم تتكلم ألاقي حنين عايزة تقول زيها، فتبدأ هي كمان تقول، بدأ حنين ينمو عندها الإلقاء، وبدأ مريم ينمو عندها الإلقاء. فكرة الحرية المطلقة اللي هي أصلا يعني حرية مطلقة، وإحنا قوانيننا موجودة، خصوصا إن الأم في التدريس يعني، هي سابت علم النفس، مجال علم النفس رجعت له مؤخرا، لكن هي أساسا في مجال التدريس. فأنت عندك الأسس موجودة والقوانين موجودة، القوانين موجودة، فمش حرية بالمعنى اللي ممكن يتفهم بطريقة سلبية. طب أنا عايزة أسمع بقى من حنين حاجة هي تختارها. مريم. مريم عفوا، أبدأ بالكبيرة. أبدأ بمريم طبعا. هي في قصيدة هي اللي كانت فتح الباب بالنسبه لي ان انا اسافر الشارقه، فدخلت كنت دخلت مسابقه بيها او بالديوان اللي هو ان شاء الله هينزل، اسمها احلم. احلم، الله، كلنا محتاجين نحلم. اتفضلي. بصراحه حاجه فظيعه. احلم الاحلام ببلاش، احلم يلا ما تستناش، احلم خلي خيالك واسع، احلم تبقى لوطنك نافع، احلم تبقى طبيب ممتاز، او احلم انك استاذ، تبني الأجيال وتعليها، ترفع بلدك وتخليها، هي الأم لكل العالم، أو يطلع على إيدك عالم، تخلي كلمة مصري ترج كل الأرض، وتقول أنا اسمي مصري قدام أي حد، وتفخر إنك مصري، بس ما تتكبرش، علشان في عيون الناس ما تقلش وما تصغرش، وتجيب لمصر النصر، وتقول أنا بلدي مصر، أنا بلدي مصر. الله، انا بلدي مصر. محتاجين قوي عند السن ده الشباب، وما هم اصغر من الشباب، نعلي قيم الانتماء. قلت قوي، قلت، وبقى الشباب كلهم عايزين هجره. عندنا مشاكل كتيره. الشباب مش قادر يشتغل زي ما هو عايز، ومش قادر يحلم زي ما هو عايز ويحقق طموحات،
لكن محتاجين القيمة دي ترجع تاني. صحيح. محتاجين نحاول. انت قلت لي هنا ان مريم وحنين بيلقوا بطريقة مختلفة نوع شعر ونوع إلقاء معين اللي هو فعلا لمس القلب. ايه الطريقة المختلفة في حنين؟ وحنسمع شعر حنين دلوقتي. حنين الأصل عندها ان هي ممكن ما كانتش صغيرة، خمس سنين تقريبا، برضو نفس سن مريم لما بدأت تكتب أو تتكلم، كان 4.5، برضو مريم بدأت تكتب في 4.5 خمس سنين. بالمناسبة قصيدة أحلام بعد قريتها وهي عندها 10 سنين. وهي في سنة رابعة، يعني في مجيء دلوقتي وانت عندك 10 سنين. ما شاء الله. يعني هي سافرت الشارقة وهي في أول سنة خمسة، دي كانت في آخر سنة رابعة. فيعني مش دلوقتي كمان. ما شاء الله المستوى كمان. طب انا عايزه اوضح اتفضل. عايز تقول لي حاجه حنين؟ على حنين ملاحظه قبل ما نسمع شعر. حنين هي ما كانتش عارفه ايه اللي بيتقال. مريم بتكتب انجليزي، فكانت تسمعنا قصايدها وتبقى حنين عايزه تقول لكن مش عارفه تقول ازاي، فبدات برضو اعمل معاها مساله التنغيم. ده برضو درسناه في فنون مسرحيه، انه علاقة الصوت نفسه هو ممكن يعمل عدد من المشاعر، والأصل مش إن أنا بس أفهم، الأصل إن أنا أشعر، لأنه ما أفهمه قد يبتعد عني، إنما ما أشعر به يظل دائما معي. ده العمل اللي حنين بتقوم به. إذا قلنا لها مثلا نقول قصة رومانسية فتقول حاجة رومانسية، إذا قلنا لها نقول حاجة حماسية فتقول حاجة حماسية. هي لا إعداد، يعني هي كل مرة بتقول حاجة مختلفة، مرة تبقى شبه الأسباني، مرة تبقى شبه الإنجليزي، مرة تبقى شبه الهندي، مرة شبه أي لغة. شبه إزاي؟ الأسباني أو الهندي أو شبه في إيه؟ شبه في في النطق. أصوات، وفي الإيقاع. تسمع أي حاجة تقريبا تبدأ تدرس الإيقاع أو تستوعب إيقاع الأغنية دي أو القصيدة دي سماعي، تعمل على وزنها. من هنا فكرة انه هو ازاي بينشأ الشعر، ازاي العرب كانوا بينشؤوا الشعر، كانوا بيهتموا بيه وهو لازال في بطن امه، فكانوا يلقوا عليه القصائد فينمو منهم الشعر. انا امنت بالنظريه دي وحسيت ان هي نظريه حقيقيه، قلت اجربها مع مريم جابت نتيجه، اجربها مع حنين جابت نتيجه. طب احنا عايزين نسمع بقى تطبيق. واحيانا كانوا يسالوها يعني يفكروها لغه، يعني هي حافظه ده كلام بجد، مصطلحات يعني، فنقول لهم لا يا جماعه دي حاجات كده احاسيس جواها بس، وبتطلعها بشكل اصوات ما يفهموش الا فنان. هي حتى تقول بابا يا ابويا بس اللي بيترجم لي. غالبا عشان مش فاهمه. بابا اللي يترجم. سمعينا بقى يا حنين كده تقول ايه؟ لا انت اللي تختاري بقى، يا اما حاجه زي اللي بابا بيقوله اللي هو شبه الاسباني او التطبيق ده، يا اما حاجه انت شوفي يعني عايزين نسمع القاء دلوقتي اللي انت حباه. اتفضل علي صوتك. ايوه اقول اغنيه عادي. كده شبه الهندي. انا يعني هندي على هندي فرنسي، وانا حاسه كده. والكلمات ملهاش معنى. لا هي مفيش. طب حضرتك لما سمعتيه حسيتي ايه؟ حسيت ان ده اكيد هندي وانا مش فاهمه مثلا. هي شايفه حاجات هندي قريب كده فيلم، فمتاثره بمشاعر الولد اللي كان فيه، فممكن تكون ايشان. طب هنا اتفضل. يعني قال على هندي فرنساوي، هندي فرنساوي كده، الاثنين بعاد عن بعض خالص بس سبحان الله. هندي على فرنساوي كده. الكلام باين هندي، ايوه، انما النطق باين فرنساوي. طب
تمام انا حسيت كده برضه. بس انا بعرف فرنساوي عشان كده عرفت ان هو مش فرنساوي خالص. انت هنا بقى دورك ان انت توظف الموهبه. يعني هو في موهبه ما، يعني احنا مش عارفين هي ايه، دورك ان انت توظفها. ايوه احنا هنا عايزه اجي بقى لحضرتك الفنان المخرج المؤلف الناقد، عايزه اوضح للمشاهدين ان هنا عندنا تعدديه. احنا عندنا قدام مخرج خريج فنون مسرحيه قسم دراما ونقد، عندنا ناقد فني ليه اعمال مسرحيه، يمكن كان في عمل حديقه الاذكياء. أيوة. كان مع عمر الحريري. أيوة. وده عمل اقنع عمر الحريري بعد طول رفض ان هو يقدم حاجه للاطفال. صحيح. عايزك تحكي لي ايه اهم الاعمال من وجهه نظرك، لان كل فنان هو بيبقى محدد لنفسه كذا عمل هم دول اللي ساعدوا في تكوين اسمه. نعم. بالنسبه للدراما او بالنسبه للعمل المسرحي، هو كان تقريبا مسرحيه حديقه الازكياء. كانت المسرحيه دي من حوالي 10 سنين او اكثر، كنت عملتها باسم عم حكيم. كنت انا المؤلف. عرضت عليا الاستاذه عزه لبيب مديره المسرح وقتها انه اعمل عمل، وهي الحقيقه رشحت الاستاذ عمر الحريري. انا طبعا فرحت جدا انه ترشيح عمر الحريري ده، يعني بالنسبه لي شيء خيالي، ده الحقيقي. يعني ان انا ازاي هجرؤ واقول للاستاذ عمر لا ممكن يعني خطوه هنا، ما كانش عندي الجرأه دي، ولا كنت مقتنع اصلا ان هو ممكن يوافق انه يشتغل معايا. رحت له البيت، خدت السكريبت، قال لي طيب انا بعد 3 ايام انا مسافر الغردقه وهرد عليك. لقيته بعت لي رساله بصوته، انا فخور قوي ومبسوط قوي وانا لازم اعمل العمل ده. طبعا ده وقعه بالنسبه لي، يعني انا بسمع الكلام ده من عمر الحريري، قال لي ده حاجه رائعه. اتكلم طبعا على اليوتيوب عن العمل، وقال كلام محترم قوي، وعدد كبير جدا من الجرائد اتكلمت. انا ساعتها الجمله اللي قالها الاستاذ عمر الحريري الله يرحمه عن العمل، لو اتعرض عليك عمل تاني هتعمله؟ قال على ان يكون على نفس المستوى الجيد اللي انا شفته في حديقه الازكياء. انا حتى الان ربما ما عنديش الطاقة مرة تانية ان انا اشتغل مع حد غير عمر حريري. يعني التجربة على قد ما كانت ممتعة على قد ما هي اضرتك في ان انت لازم تجربة على نفس المستوى، على نفس المستوى. مش اقل، على الاقل تبقى نفس المستوى. ودي يعني صعب يعني خلاص. انا عارف حضرتك احيانا تحصل حالة من حالات الاشباع. بعد شغلي مع عمر حريري انا حصل لي حالة من حالات الاشباع، وبدأت أشعر أنه في أعمال تانية أنا ممكن أقوم بيها، في عالم آخر ممكن أنتمي له، لأنه مين هيعمل عمل على نفس المستوى بتاع عمر الحريري؟ طبعا في كبار وفي عظماء وفي رائعين، إنما أنا بالنسبة لي بتكلم عن نفسي، أنا ساعتها حسيت أنه لا، لست حتى الآن مؤهل نفسيا أو إبداعيا أن أنا أعمل عمل تاني في المرحلة دي، فدخلت في منطقة تانية خالص من شكل طبعاً آخر من أشكال منطقة الإبداع. مش صحية قوي اللي انت دخلت فيها. للأسف. للأسف. لكن في سؤال هنا، انت بتشكر جدا في العمل، عمر حريري شكر في العمل حديقة الأذكياء، لكن عندنا مشكلة، هل هو وصل بقى للتارجت اودينس او للجمهور المستهدف الأطفال؟ هل وصل لي العمل؟ بحسب المعلومات ان احنا حققنا اعلى الإيرادات ساعتها يوم الافتتاح، ما كانش تقريبا عندنا كراسي خالص، كان الناس واقفة، كان في حالة من حالة البهجة في المسرح، كاريزما عمر الحريري، العمل كان يعني حسيت انه وصل. انت معايا ان في مشكلة ان وصل. في ان الاعمال توصل للاطفال ويحسوا بيها، يعني هي ممكن احيانا توصل للكبار لكن الاطفال، انت معايا ولا لا؟ صحيح. واعمال قليله اللي اثرت في اطفالنا. العمل كله فنيات قوي، لكن مش عينه على الطفل. يعني هو مخدوم جدا وامكانياته ساعات بتبقى عاليه جدا ومصروف عليه حلو قوي، لكن
مفيش هدف خاص بالطفل، هو ممكن يبين امكانيات الكاتب والمخرج حلو جدا، واستعراضات وديكورات وحاجات كده، لكن ما بيلمسها على حاجه عند الطفل او هدف كبير قوي. يعني انا دخلت اعمال كتير في المسرح جميله جدا وفيها ابداع عالي قوي، لكن مش ما تحسيش ان انت المفروض تشوفيها جوه المسرح الخاص بالطفل. هو طبعا هنا لازم اوضح للجمهور انك مخرج مؤلف مسرحي بالمسرح القومي للطفل. ايوه صحيح. فاحنا بنتكلم على الاعمال الموجهه للاطفال ان فيها عندها مشكله. صحيح طبعا في مصر طبعا. يعني طبعًا. هل هي بقى مشكله على مستوى العالم مش مصر بس؟ انا ما اعرفش، لكن في مصر بالتحديد يا اما مفيش اهتمام، يا اما ملهاش الاولويه، يا اما المبدعين بيستخسروا نفسهم في الكتابه للطفل. ده جمله رائعه، ده حقيقي. احنا زمان كده حد بيسلم عليا، انت اشتغلت فين اول ما اتخرجت؟ فقلت له في المسرح القومي للاطفال. قال طب شويه كده هتكبر وتبقى في المسرح القومي. ده الواقع. للاسف طبعا كان في قاعده ثانيه ان اجر الطفل نص اجر. يعني دي اول ما اشتغلنا، اذا المخرج او الممثل بياخد 100% احنا اطفال ناخد 50% على ما نكبر. في حين انه الكتابه للطفل هي تاسيس المجتمع والقدرة الحقيقية والجهد الحقيقي، لا وإلا الناتج أنه كتاب الأطفال بيستسهلوا الكتابة للطفل على أساس يعني هو هيفرح شوية بشوية الإضاءة وهينبسط حبة وخلاص. إنما إيه المنتج اللي هو الولد ده هيستمتع به؟ إيه القيمة اللي هتفضل موجودة عنده؟ لا شيء. بعض المعالجات التانية إن إحنا دايما كنا نظهر الشخصية الشريرة عند الطفل إنه هو يتمسك بيها، لأنه في حرفية في الكتابة، دايما الولد يحب يقلد شخصية الشرير. أي. في المسرحية هنا حاولنا نجيب شخصية الحمار، فكان الحمار يقابل الثعلب، فكان الحمار هو الشخصية الطيبة اللي تم انه الاطفال بدأوا يستمتعوا بها قوي. بس برضو الشخصية الطيبة انها تبقى حمار هنا. هنا كانت المفاجأة، لانه حتى مثلا كان فعلا حتى ما انا جيت لبسه كان لبسته بنفسجي فاقول لهم مش الحمار ده. لما حد مثلا كان يقول له ايه يا حمار، معظم المسرحيات اللي انا شفتها يزعل وما تقولش. فهنا قلت له لا ابدا، ده لما يقول لك كده انت المفروض شكرا ويبدا انت كده الحمير كلها تشكرك. انت غيرت الصوره الماخوذه عن الحمار تماما. يعني انت هو انت لو قلت كده يبقى هو فاهم. أيوه. انما الكوميديا ان هو لما يشتمك انت تبدا تقول له والله متشكئ. واسد لذيذ، والاسد كان شبه حتى عمر الحريري كان يتحول من انه هو وهو جوه العمل لمشاهد. أيوه. وفي الكواليس يقول له صلاح جميل جميل، تعمل افكار حلوه قوي. الغريبه ان انت عملت شخصيات كان ممكن انها تعمم باسماء معينه، زي ما بنلاقي اسماء عالميه بتورد لينا وبتشتهر وبيحصل لعب باسمائها. صحيح. وعالم كامل متكامل باسمائها. بس يمكن ما عندناش ان احنا ناخذ بجديه ونصر ونهتم هذا الكم من صحيح. التسويق للفن مش موجود عندنا بحرفية. التسويق لموهبنا، المسرح القومي للأطفال فيه مبدعين يعني كنوز، لكن يعني هو بقى المسرح القومي للأطفال يعني كده ناس بتحب بعض إطلاقا. مواهب عبقرية، مواهب أنا ما شفت زيها، يعني خامات كلها تقريبا خامات نادرة. الجمل مثلا في المسرحية كان أول مرة حد يطلع الجمل على المسرح، وبعض الناس اعترضت جمل ايه اللي هيطلع على المسرح؟ فطلع الجمل على المسرح يمثل الثقافه ويمثل العراقه. هل هنا اللي بيعترضوا هم ضد اي خروج عن المألوف؟ غالبا هم متقولبين دايما وخايفين يفكروا خارج الصندوق. لان ده السهل، وانا بعمل وانا بقترح الالوان كله كان مستغرب ليه ما نخلي يعني يلبس الحمار يلبس رمادي زي ما ليه؟ ما يلبس بنفسجي، ما يبقى مبتسم، ما وليه الاسد دايما لا ده الاسد لما اتعمل شبل عمر حريري انا وكل في الكاست طبعا كان يضحك ان هو كان لما يزعق لهم وهم يمشوا فبينه وبين نفسه يقوم جاي مبتسم ابتسامه كده لانه شبل. الطفل يستوعب ده ازاي؟
يحس بده ايه؟ لانه انا ما يعنينيش ان انا اعمل اسد متوحش، ولا يعنيني ان انا اعمل حمار غبي ما بيفهمش. هنا هنا يعنيك ايه الابداع في حد ذاته؟ يعنيني الابداع وان القيمه الحقيقيه تصل تصل برضه بثقافه المرح، وبرضه بثقافه المتعه، وبثقافه الاندماج والتعايش. عشان كده الاطفال احيانا كانوا يقوموا يعملوا فريق، يخترقوا خشبة المسرح، هنا لا ده مشي، روح هنا تعال، خلاص ده حصل، العرض نجح لأن هم مشاركين، أصبحوا صناع للعرض المسرحي نفسه، حتى صناع القرار. يعني طب في آخر المسرحية كان في قرار هيتاخد عشان الثعلب يخرج بره الحديقة ولا ما يخرجش. العبقرية هنا أنه كانت دايما النهايات هم الأطفال اللي بيقرروها أو يساهموا في قرارها. عم حكيم يناقش الأطفال يخرج ولا ما يخرجش، فالبعض يقول نسامحه طب يخرج نستنى. هنا أصبح تفاعل كامل، فأصبح الطفل شريك في صناعة القرار. تمام. طيب يعني لو هنخرج برا الفنان صلاح الحلبي تماما وحسأله كناقد، ايه اكتر عمل للاطفال حسيت ان هو فعلا يعني بتعتبره من احسن الاعمال؟ هنا كناقد بقى يعني. هلا حبيبتي. هلا حبيبتي. طبعا حسيت انه ده العمل الكامل المتكامل اللي وصل للطفل هو واثر فيه. طفل وكبير وصغير، دي دراما الاسره. اذا احنا قدرنا نوصل لمفهوم دراما الاسره احنا لا شك ان احنا هنتطور قوي قوي قوي. لأنه أنا كأب بأشاهد، وكأم بتشاهد، وكأسرة وأعمار متفاوتة، والقضية تمس الجميع. فإذا كانت القضية تمس الكل، إذا كانت القضية بتخترق دورنا كلنا، هنا نقدر نقول إن ده طفل أو كبير أو إلى غيره. وكلما كان عمل الأطفال نفسه مش موجه بالتحديد للطفل، هو موجه لأن الطفل مش جاي لوحده، فيما عدا رحلات المدارس مثلا ده بيبقى لها آلية معينة، إنما المسرح القومي للأطفال لا يدخل الطفل، بيدخل الأسرة. فأنا لازم القضية تمس الجميع، الأسرة وتمس الجميع. إذا قدرنا نوصل لده نجحنا. أظن الحديث بينكم لا يتوقف، والحوار ده لما يكون في وقت يعني. لا لا الحقيقه يعني في دراسه هنا هتساعدك، دراستك لعلم النفس هتساعدك. هي واحنا ما وضحناش ازاي، على فكره معظم في نظريات فلسفيه كتير ونفسيه، وديب والكترا والتطوير الجماعي، والتطوير الجماعي كل دي ماخوذه من دراما، كل ده دراما. انا فوجئت وانا بكلم نهى فبتقول لي بكلمها عن مسرحيه اسمها اوديب، عايز عندنا حاجه في علم النفس اسمها عقده اوديب، بعد كده عقده الكترا. قلت لها كل بدأت كنا بنتكلم برضه عن فكرة تجربة اللايف كوتشنج ازاي انا دخلت فيها، فمع كل وقت اكتشف انه التنمية البشرية والعلوم، علوم الحياة هي جاية من عندنا من الدراما من الدراما عندنا دي يعني الدراما بيتهم. طيب انا مش عارفة اجي لمريم وشوية نسمع منها حاجة وبعدين ارجع لك، لان هنا في زي ما قلت في البداية تعددية، يعني في لسه مجال التنمية البشرية او اللايف كوتشنج ما دخلناش اتكلمنا فيه وده مهم، وبعدين منصب من المناصب المهمة اللي انا عايزة اتكلم فيها هو الثقافة الجماهيرية لما كنت مسؤول فيها. فبس عايزه اسمع مريم القائها الشعر او كتابتها القصيده. انت قلت لنا قصيده كتبتيها وانت عندك 10 سنين، مفيش حاجه حديثه؟ في حاجه حديثه لكن هي ممكن اكون مش متذكرها قوي. مش مفيش حاجه انت ليل ونيل؟ ليل ونيل. تمام اتفضلي. ماشي. ليل ونيل، كل شيء يغلى ويرخص الا ميه نيلنا بس، هي دايما اغلى حاجه، دم ناشف كل شخص، شريان طويل بيطوف في مصر، غالي يا نيل رمزك يا نصر، اسمع يا ليل نيلنا كريم وبيدي مصر حب وحنان رأفة وامان، اسمع كمان تغدر يا ليل نيلنا وفي، تميل انت وانا على موقفي، عمري ما ببخل ممكن ازيد منا ما ينقص، لكن يفيض حب وحنان رأفة وأمان، اسمع يا ليل
اسمع كمان، تقدر يا ليل من وفي تميل انت وانا على موقفي. اسمع يا ليل، سهران يا ليل سهرك ده عادي، نمنا كمان سهران معاك بيحمي مصر من الاعادي. سهران يا نيل سهران معاك دكتور وقاضي، فلاح بيزرع في الاراضي، استاذ بيبني جيل بلادي، شاعر اديب رائد فضائي، وطفل حلمه انه يكون جندي فدائي. جاري يا نيل في قلوب ولادي، جاري يا نيل على الارض باقي، اصلك يا نيل اصلا فدائي، اصل التعاون فيك يفيض، صدق وامانه ونور يزيد. اسمع يا ليل ده كلام جديد، نيلنا اتظلم واحنا بايدينا نرد حقه، نيلنا تعب ولا حد فينا داوى جرحه، لكن بجد كنا فعلا مشغولين، وده مني وعد حواليه نعود متجمعين، حواليه نعود متجمعين. ان شاء الله يا رب. نيلنا محتاج ان احنا والله يعني كلام، هي بتختار كل قصيده يعني في وقتها. نيلنا محتاج نتجمع وناخد بالنا يعني موهبه التاليف هنا، موهبه الفكره انها تختار موضوع، موهبه الحفظ والالقاء، يعني هي كذا موهبه مع بعض ما شاء الله عليك. ايه رايك يا حنين؟ جميل. طيب نيجي بقى الثقافه الجماهيريه. الثقافه الجماهيريه يمكن مش بنسمع لها حس دلوقتي، مع ان دي حاجه مهمه جدا، حاجه ممكن تؤثر ايجابيا في الفن جدا. اولا هي المنتج اللي بينتج لنا فنانين متنوعين في كل المجالات. احنا ما ننساش دور الثقافه الجماهيريه في الستينيات لما انتجت مواهب كتيره جدا. يعني انت ممكن تكون واعي بالامثله اكتر مني. علشان نفهم دورها لازم نرجع للفتره هي كانت متالقه وكان دورها فعال. وقتها فتره الستينيات، نقول ده كان احسن فترات، كانت ازهى فترات. انتجت لنا مين وعملت ايه؟ فؤاد المهندس، عادل امام، معظم الفنانين اللي احنا شايفينهم، الشعراء، عفيفي مطر، القصاصين، سعيد الكفراوي، الكبار، يوسف ادريس، نجيب محفوظ، كل دول ابناء الثقافه الجماهيريه. الفكره فين في الثقافه الجماهيريه؟ انه ده مثلا بيوت الثقافه الجماهيريه، ده جنب بيتي في قريه او مدينه صغيره يبقى فيها بيت، مدينه كبيره يبقى فيها قصر، المحافظه يبقى فيها قوميه، التجريب يبقى فيها ورش عشان بنعمل فكره جديده، المناطق الحدوديه عندنا موضوعات تشغلنا، شلاتين، رفح، دي قضايا تشغل. اذا تم توجيه الثقافه الجماهيريه بشكلها الحقيقي الواعي نضجت مصر وكل العالم. يعني نقدر نقول اذا كان الفن دلوقتي في اوحش فتراته او في فتره حرجه، فده يرجع لدور كبير ما بتقومش بيه الثقافه الجماهيريه. التاسيس مش موجود. تاسيس منين؟ يعني دايما الفكره منين؟ هنقول يعني جايه منين؟ المدرسه الحقيقيه جايه منين؟ يعني انا مثلا اذكر ان انا في الثانويه العامه ثلاثه ثانويه عامه، فكان كل سنه يعني انوي ان انا اذاكر بقى، وبعدين دار الكتب جنب المدرسه، صادق الرفعي جنبها دار، فاقوم جاي مزوغ من المدرسه رايح قصر الثقافه ورايح دار الكتب واشوف بيعملوا ايه. مالكيش دعوه مريم بالكلام ده. ما تقلديش والله، مع انه والله مالكيش دعوه بالكلام ده، بالعكس تفاصيل الفنان الحق يعني اللي انت بتعمله. فثلاث سنين انوي ان انا اجيب 60%، ما جبت ال 60%، وبعدين خلاص بقى هعمل ايه؟ بعد كده دخلت دار علوم انتساب وكملت، لكن لانه كان هدفي ان انا ادخل دار العلوم بعد فنون مسرحيه. ليه؟ لان انا لما كنت بروح الثقافه الجماهيريه، قصر الثقافه، كنت بلاقي امينه المكتبه لما تلاقيني مهتم تخالف احيانا القاعده وتخالف القانون. هو المفروض لنا كتاب، لكن لانها لقياني وقت المدرسه بتقول لي يا حبيبي مش انت عندك مدرسه؟ لا، اصلا هنضحي بالمدرسه، اصلا ايه بقى يعني، واقعد اقول اي حاجات واروح يعني اقرا. فشويه شويه بدل ما كانت تديني كتاب
لمدة أسبوع ممكن تديني كتابين وثلاثة، خلاص أنا بقيت يعني عميل فخلاص فهمه دي، ده الثقافة الجماهيرية وده استيعاب الثقافة الجماهيرية. لكن مع الوقت أصبح أمين المكتبة مشغول بأنه يجي في الميعاد ويمشي في الميعاد مشغول. طيب إحنا علشان وقتنا، أنا عندي سؤال أخير عن اللايف كوتشنج، التنمية البشرية. لايف كوتشنج ترجمته الحرفية مدرب حياة. أيوة. ده بيفيدك جدا في التعامل مع ولادك على المستوى الشخصي. أيوة حبيبي. مش كده؟ اسمح لي أقول لك بيفيدك كمان في التعامل مع زوجتك. طبعا. لأنه هو أساسه كده. أنا إزاي أتعامل مع الآخر. أيوة. وإزاي أشوف بره السطح الخارجي. صحيح. يعني ولا أنا كده ترجمت؟ ده هو أصل الموضوع. حتى في متدربين يقولوا لي يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده بتطبقه. يعني أنت ما بتزعقش في مريم وحنين خالص. حنين لغاية دلوقتي دايما تقول لي يا بابا هو أنت مش هتضربني؟ يعني ليه كده يا حنين؟ تشوف الضرب عايز تشوف عايز تشوف زي ما بتسأل الولاد يعني يا بابا. يا بابا ما فيش الكلام ده. ليه؟ يعني تقعد تقول لي زحق كده يعني ليه؟ ايه النتيجة؟ يعني إذا كان مريم ممكن يبقى عندها امتحان الصبح وهي بتتفرج معاها على التلفزيون، خلاص تمام مذاكرة وكاتبة قصيدتها و والحياه كويسه، خلاص ما تشتغل كويس. وايه ليه الارق؟ ليه التوتر؟ ليه الارق؟ ليه الصوت العالي؟ ليه الضغوط دي كلها؟ التعليم بالمرح، التعليم باللعب. اذا احنا قدرنا ان نعلم ابنائنا وهم مبتسمين نسبه الاستيعاب بتزداد بدرجه 60%. طب بتطبقه مع زوجتك؟ زوج وزوجه هنا بقى اللي بتقول بقى برضه التعليم بالمرح هنا برضه. لا بس في حته بالنسبه لمريم كمان، هو برضو صلاح هو اللي أكدها عندي. كانت ساعات تبقى مندمجة جدا في عندها امتحان جغرافيا مثلا وقاعدة بتذاكر جغرافيا، فتقول لي يا ماما عايزة أكتب حاجة، هتقفل الكتاب بقى وتقوم. فأنا أقول لها يا مريم بس الامتحان الصبح. فبابا هيقول لي بقى بعديها خلاص بقيت أستسلم للأمر الواقع وحسيت إن هو حي. قال لي هتفضل مشغولة باللي هي عايزة تكتبه. أيوة. يا اما يروح منها، ما اصل هو بيجي في وقت معين. طبعا انا بس انا الراعي بتاعه انت صوت العقل هنا يعني انا ما عنديش الحاجات اي موهبه خاصه بالفن او كده، لكن انا قدرت بصراحه بسرعه استوعب ان ايه خلاص ساعه ما جت لها الحاله الشعريه ايا كان بقى اللي جاي بكره خلاص. اصل صلاح قال لي هي مش هتنتبه للي هي بتقراه، هيبقى وقت ضايع. لا سيبيها تقول اللي جواها وتخلص، فتقوم قافله الكتاب وجايبه الورق وتدخل تعمل بقى تكتب بقى اللي هي الفكره اللي عندها واسيبها بالوقت ما اخبطش عليها بقى خلاص. فهمت. اما بالنسبه بقى لفكره التعامل معاك كزوج بقى دي حنهي بيها حلقتي يعني جدا. هو انا كنت الاول نيرف شويه كده ومشدوده برده على طول، هو بقى فهمني الحياه مش كده، الحياه محتاجه شويه هدوء وبالراحه ونتفاهم والعصبيه مش بتجيب نتيجه. يعني هو حتى روضني انا في البيت لان انا كانت برضو فكرتي شويه لازم يبقى في شويه ايه يعني حزم كده وحسم ومش عارف الحاجات دي، بس ما طولتش فيها كتير الحمد لله بفضل الله ثم هو الحمد لله يعني. ودايما وتفاهم الحمد لله كتير جدا جدا. الواحد بيشوف بيوت تانية كتير رغم كل والحب القديم وكل الحاجات دي، لكن المشاكل مستمره عشان ما فيش اتفاق على مبادئ واضحه على سيستم معين وقوانين زي ما بنطالب ان القوانين تتطبق على مستوى البلد. هي على مستوى الاسره الصغيره برضو لازم يكون في اسس وقوانين. صحيح. لازم فاعلينها، ده لا يمنع الابداع. بشكر اسره الفنان المخرج المسرحي والمؤلف واللايف كوتشنج والناقد الفنان صلاح الحلبي والبنات الموهوبات الجمال. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله قريب الاسبوع القادم في نفس ميعادنا وحلقه جديده من بيت العيله.